لا والصلاة والسلام على رسول الله. خلصنا مع بعض الحمد لله امبارح البداية مدير الكمبيوتر تحديدا البايوكيمستري، وكلمنا فيها على الفايبرس بروتينز بتاعت الكونكتيف تيشو، وعرفنا بالتفصيل هي البايوكيميكال ستراكشر والبايوكيميكال سنسز بتاعت الكولاجين فايبرز والالاستيك فايبرز والريتيكولار فايبرز، والنهارده بإذن الله هنتكلم على البون بايوكيمستري. في الاول في مقدمه، زي ما كان في مقدمه عن الكونكتيف تيشو في مقدمه عن البون، وهي ان البون هو سبيشالايزد كونكتيف تيشو، يعني هو زي الكونكتيف تيشو ما احنا اتكلمنا عنه قبل كده ان هو جراوند سبستنس وسيلز فايبرز، ده برضو نفس الكلام بس هو سبيشال شويه، في شويه خصائص بتميزه على بقيه الانواع بتاعه الكونكتيف تيشو هنسميه سبيشالايزد كونكتيف تيشو. بيحتوي على ماتريكس، الماتريكس دي فيها جراوند سبستنس فايبرز وفيها سيلز برضو. الماتريكس بتمثل 25% من الأورجانيك ماتيريال الموجودة في البون، و70% من البون عبارة عن انأورجانيك مينرالز يعني معادن، و5% بس مية. تعال بقى نبص مع بعض الماتريكس دي فيها ايه والانأورجانيك مينرالز اللي موجودة فيها دي عبارة عن ايه. أول حاجة الاكسترا سيلولار ماتريكس الموجودة في الأورجانيك ماتريكس، يبقى الأورجانيك ماتريكس عبارة عن حتتين، عبارة عن اكسترا سيلولار ماتريكس وعبارة عن السيلز. الاكسترا سيلولار ماتريكس تنقسم تبعية إلى جزئين، جزء أورجانيك وجزء إنأورجانيك. يبقى الجزء الإنأورجانيك اللي هو اللي هيمثل حوالي 70% من البون هو موجود إكسترا سيلولار، والجزء الأورجانيك اللي هو بيشمل على الجزء الأورجانيك كومبوننت بتاع الإكسترا سيلولار ماتريكس والسيلز، قلنا إن هو بيمثل 25% من البون. الإكسترا سيلولار ماتريكس عبارة عن إيه؟ عبارة عن أوستيويد اللي هو أغلبه بروتينز يعني زي ما هنشوف كمان شوية، وجزء انورجانيك، والسيلز اللي بتنقسم للسيلز بتبني الاوستيوبلاست والسيلز بتكسر اسمها اوستيوكلاست. الاكسترا سيلولار ماتريكس قلنا انها بتنقسم لجزئين اللي هو الجزء الاورجانيك والجزء الانورجانيك. الجزء الاورجانيك فيها غالبا بيبقى بروتينز، والبروتينز دي هنقسمها لقسمين رئيسيين، جزء كولاجينوس بروتينز اللي احنا اتكلمنا عنهم امبارح سواء اللي كان بيبقى 25 نوع وعرفنا انهم متقسمين 3 جروبات وهكذا. بس تعرف ان البون اكتر تو كولاجين تايبس موجودين فيها، كولاجين تايب 1 كولاجين تايب 5. الجزء النان كولاجينوس واللي هنتكلم عنه بتفصيل شيء ما هي الاوستيوكالسين والاوستيونيكتين والبروتيوجلايكانز. تعال نشوف كل واحد فيهم عباره عن ايه النان كولاجينوس بروتينز. اول حاجه الاوستيوكالسين، الاوستيوكالسين ده هو الموست اباندنت نان كولاجينوس بروتين سينثايزد فروم ذا اوستيوبلاست، هو اكتر بروتين غير كولاجيني غير الكولاجين اللي هو تايب 1 وتايب 5 بيتفرز من الخلايا المصنعة الموجودة في العظم اسمها الأوستيوبلاست. الأوستيوكالسين ده تركيبه الكيميائي عبارة عن إيه؟ هو بروتين، يعني زي ما عرفنا إن كلمة أي إن تبقى غالبا في نهاية البروتينات، يبقى مجموعة من الأحماض الأمينية متربطة مع بعض بروابط الابتدائي. الأوستيوكالسين فيه عمد أمينو مهم أوي اسمه جلوتاميك أسيد. الجلوتاميك أسيد ده علشان نساعد في ان هو يرتبط بالكالسيوم ويكون لنا العظم بتاعنا هنعمل له عمليه اسمها كربوكسيليشن، هنحط عليه كربوكسيل جروب. بس عمليه الكربوكسيليشن دي مش بتتم من غير وجود انزيم مهم قوي، من غير وجود فيتامين مهم قوي اسمه فيتامين كي. يبقى عندنا جلوتاميت موجود جوه الاوستيوكالسين، هنعمل له عمليه كربوكسيليشن، هنحط كربوكسيل جروب في مساعده وجود الفيتامين كي، هنحوله الى جاما كربوكسي جلوتاميت. الجاما كربوكسي جلوتاميت ده ميزته ايه بقى؟ ميزته ان هو بيعرف يمسك كويس قوي في الكالسيوم ويكون لي ماده اسمها كهيدروكسي ابيتايت. الهيدروكسي ابيتايت ده هنعرف عباره عن ايه كمان شويه، بس كانها هي العجينه او النموذج اللي بتركب عليه المعادن بعد كده. خلاص يبقى هو مهم جدا عشان بون مينراليزيشن، عشان وجود المعادن الموجوده اللي في العظم. تاني بروتين نان كولاجينس موجود في الاوستيويد ده هو الاوستيونكتين، ده جلايكوبروتين يعني شويه جلوكوز على او شويه سكريات عموما موجوده على شويه بروتينات، برضه ده بيساعد على المينراليزيشن يعني بيساعد على وجود المعادن الموجوده في العظم. اخر حاجه من النان كولاجينس بروتينز هي بروتيوجلايكانز. طب هتقول لي ايه الفرق بين البروتيوجلايكانز والجلايكوبروتينز؟ هقول لك مين اللي بدات بيه الاول، بروتيو جلايكان يبقى البروتين الاساس وجلايكان اتزود عليه. جلايكوبروتين يبقى مين الاساس؟ جلايكو يعني السكر والبروتين هو اللي اتضاف عليه، يعني على اساس الجزء اللي في الاول ده اللي تعرفه بس مالكش دعوه بالتفصيل اكتر من كده. يبقى البروتيوجلايكانز اللي موجوده عباره عن
بروتينات مضاف عليها سكريات، زي ايه؟ زي بروتين جلايكان مشهور قوي اسمه الكوندروتين سلفيت. الكوندروتين سلفيت ده من اسمه كوندروتين، يعني موجود اكتر في الغضاريف. كلمة كوندرو بقى نسبة للغضاريف. كوندروتين سلفيت ده هيساعد على وجود توازن. ازاي هيعمل توازن؟ احنا قايلين من شوية ان الاوستيوكالسيوم ده هيمسك في الكالسيوم وهيساعد على وجوده جوه العظم، على عكس الكوندروتين سلفيت ده هيمسك الكالسيوم ويحوشه عن الوجود في العظم، يبقى بيبايند للكالسيوم وبيبريفنت اتس ديبوزيشن ان ذا بون. خلاص، يبقى بيعمل ريجوليشن، بيعمل كأنها عملية موازنة. زي ما انت شايف ادي الكور بروتين وادي الكوندروتين سلفيت. كل كوندروتين سلفيت مع الكوندروتين سلفيت اللي قدامها بتمسك في الكالسيوم ايون وبتمنع وجوده داخل الهيدروكسي ابيتايت. الجزء الاورجانيك من الاكستراسيلولار ماتريكس او الجزء العضوي، نبص على الجزء الان اورجانيك او الجزء الغير عضوي واللي بيحتوي على كل المعادن الموجوده في الاكستراسيلولار ماتريكس. المعادن كلها بتتجمع وتكون لي حاجه اسمها هيدروكسي ابيتايت. الهيدروكسي ابيتايت ده كانه هو بوليمر، بس في الحاله دي بالنسبه لحاجه نون اورجانيك، يعني بيتجمع عليه المعادن من الكالسيوم والفوسفيت والصوديوم والمغنيسيوم والكربونيت، ويتشكلوا مع بعض كده وتتحط ما بين الفايبرز وما بين الاورجانيك سبستنسز اللي احنا اتكلمنا عنها قبل. تعالى بقى نتكلم على السيلز. السيلز الموجوده جوه البون تنقسم لقسمين، يا اما اوستيوبلاستس يا اما اوستيوكلاستس. الاوستيوبلاستس هي الخلايا المصنعه، واللي لما تكبر ان شاء الله وتبقى موجوده جوه العظم وتبقى جزء من تكوين العظم نفسه هنسميها اوستيوسايتس. والاوستيوكلاست هي الخلايا اللي بتكسر، يبقى في ماده او في خلايا بتصنع وفي خلايا قصادها بتكسر. اول حاجه اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست قلنا غالبا انها بتبقى موجوده على سطح البون وبيحصل لها ديفرنشيشن، يا اما تبقى موجوده جوه العظم وتبقى جزء منه هنسميها اوستيوسايت، او تبقى مجرد عامله لايننج للبون فهنسميها بون لايننج سيل. يبقى موجوده على البون سيرفيس وبتبقى في المناطق اللي بيحصل فيها اكتيف بون فورميشن، يعني المناطق اللي بتبقى بتتعرض للتجديد بشكل مستمر وبيحصل لها بيحصل عندها بون ريموديلنج وبيحصل لها ديفرنشيشن. يا اما اوستيوسايت قلنا انها بتبقى جزء من العظم، او بون لايننج سيل تبقى على سطح بتاع العظم. الخلية بتاعة الأوستيوبلاست دي هي بتحتوي على ريسبتورز في المواد كتير جدا، بتحتوي على ريسبتورز الهرمون زي البارثيرويد هرمون أو الاستروجين، بتحتوي على ريسبتورز الفيتامينز زي فيتامين دي، واحنا هنعرف بعد كده الفايدة بتاعة البارثيرويد هرمون والفيتامين دي دول في التركيب بتاع العظم، وبتحتوي على ريسبتورز لجروث فاكتورز، وبتحتوي برضو على ريسبتورز للميكانيكال فورس، لما كأنك فعلا بتستجيب لأي ضغط ميكانيكال عليها أو فيزيكال عليها وبتؤدي إلى تكوين عظم جديد. طيب الأوستيوبلاست من اسمها كلمة بلاست يعني مخلق، هتخلق أوستيوم اللي هو البون جديد، يبقى هتعمل نيو بون فورميشن، هتعمل مينراليزيشن برضو، يعني هي اللي هتساعد على وجود المعادن جوه العظم، وانها تفرز كده ماده اسمها الاوستيويد اللي احنا قايلين من شويه ان دي الاورجانيك كومبوننت بتاع الماتريكس، اللي هي الاوستيوكالسين والاوستيونكتين والبروتوجلايكانز، وبتساعد برضو على المينراليزيشن عن طريق عمليه عن طريق انزيم مهم اسمه الالكالين فوسفاتيز. الالكالين فوسفاتيز ده وظيفته ايه؟ من اسمه الكالين، يعني هيخلي الوسط قلوي، هيخلي الوسط الكالين، هيساعد على ان المعادن تبقى موجوده وتبقى متربطه مع بعضها، على عكس الوسط الاسيدك اللي هيخلي المعادن تتحلل وهيفرزوا بعد كده الاوستيوكلاست. وبرده الى جانب الافراز بتاع الاوستيويدز والالكالين فوسفاتيز دي بتفرز سيجنالز تانية سواء الجروث فاكتورز او السيتوكينز اللي هنتكلم عنها في المحاضره الجايه ان شاء الله. الاوستيوكلاست مش في حاجه مهمه قوي فيها، وهي انها ما بتشتغلش من غير وجود الاوستيوبلاست. ازاي؟ الاوستيوبلاست هي بتفرز ماده وبتروح عند بتمسك في الريسبتورز بتاعت الماده دي على الاوستيوبلاست تعمل لها اكتيفيشن، يبقى الاوستيوبلاست من اهم الوظائف بتاعتها انها بتعمل اكتيفيشن للاوستيوكلاست والماتوريشن بتاعتها. خلاص اتكلمنا كده على الاوستيوبلاست، تعال نتكلم على الخلايا التانية اللي هي الاوستيوكلاست. الخليه اللي هتكسر، هتكسر ازاي؟ هتعمل عمليه اسمها بون ريزوربشن، يعني هتكسر العظم القديم. عمليه البون ريزوربشن دي بتتم عن طريق ايه؟ عن طريق
مرحلتين، يا اما انا البون احنا عارفين انه مكون من معادن و بروتينات، يبقى هنكسر هنعمل تآكل للبروتينات دي وهنكسر المعادن اللي موجودة في البون عن طريق الانزيمز سواء الكولاجينيز والاسيد فوسفاتيز وبقية الانزيمز اللي بتساعد على تكسير البون. وبرضه في معلومة مهمة، ان الاوستيوكلاستس زي اي خلية في الدنيا موجودة على الستار ريسبتورز بتاعتها. قلنا من شوية ان الاوستيوبلاست تعمل لها اكتيفيشن عن طريق ريسبتورز اسمها رانك ريسبتورز، وفي ريسبتورز الهرمونز برضو زي كان في ريسبتورز بتاعت الهرمونز على الاوستيوبلاست اللي هي الباراثايرويد هرمون والاستروجين هرمون وهكذا. هنا برضو في ريسبتورز للكالسيتونين هرمون. جميل. وعملية الاسيدفيكيشن للوسط اللي حواليها، يعني هتحول الوسط اسيدك ازاي، بانها بتفرز الهيدروجين الى الوسط عن طريق بامب موجودة في الممبرين بتاعها. خلاص، ده بالنسبة للاوستيوبلاست. خلصنا كلام على المكونات بتاعة العظم، تعالى نتكلم على عملية مهمة جدا في العظم اسمها بون ريموديلينج. كلمة ريموديلينج يعني إعادة صياغة أو إعادة تركيب العظم. هي عملية بتنقسم إلى عمليتين فرعتين، كل واحدة فيهم مهمة علشان التانية تتم. تنقسم العمليتين هما ريزوربشن والفورميشن. ريزوربشن يعني هكسر العظم القديم، وفورميشن النيو بون كون عظم جديد. العملية دي بتشارك فيها كل الخلايا الموجودة في العظم من الاوستيوبلاستس او الاوستيوكلاستس او الماتشور اوستيوبلاستس اللي هنسميها اوستيوسايتس او بون لايننج سيلز، واي خلية ليها علاقة بالموضوع سواء كان نيرف سيلز او اندوثيليال سيلز موجودة حوالين العظم. يبقى عملية البون ريموديلنج دي بتشارك فيها خلايا كتير، ونتيجة كده هنسمي المنطقة اللي موجود فيها الخلايا كتير دي البون مالتي سيلولار يونت او البي ام يو. خلاص، تعال نشوف بقى مع بعض ايه هي اهمية العملية دي وايه هي الخطوات اللي بتحصل خلال العملية دي. اول حاجة، الاهمية بتاعت العملية دي هي انها بتمنتين الانتجريتي بتاعت السكيلتون. يعني ايه بتمنتين الانتجريتي بتاعت السكيلتون؟ يعني بتحافظ على السكيلتون بتاع البني ادم يبقى سليم، بتحافظ على العظم بتاعك يبقى سليم، عمالة بتجدد فيه كل شوية، بكسر العظم القديم وكان عظم جديد، بكسر العظم القديم وكان عظم جديد وهكذا. يبقى بحافظ على حيوية السكيلتون بتاعك. تاني حاجة، بحافظ على الكالسيوم والفوسفيت هوميوستاسيس. ازاي؟ ان انا اصلا في العملية دي بكسر واحط جديد، يعني بكسر الكالسيوم اللي موجود في العظم بطلعه وارجعه للدم تاني، والفوسفيت اخده من الدم واحطه في العظم وهكذا. عمال بحافظ على الثبات بتاع المستوى بتاع الكالسيوم والفوسفيت ما بين العظم وبين الدم، وبالتالي بعمل هوميوستاسيس او توازن. اخر حاجة، ان انا بحافظ بالحركة دي على الادابتيشن بتاع البون للفيزيكال والهرمونال سيجنالز. يعني ايه؟ يعني مثلا نفرض واحد بيروح الجيم وبيشيل اوزان كتيره، الاوزان الكتيره دي شويه بشويه هيبدا العظم بتاعه ما يستحملهاش. انا كده عايز اكون عظم جديد يستحمل الاوزان اللي بقدر اشيلها دي، والجروث هرمون هيتفرز ويساعدني ان انا اكون عظم جديد واستحمل الفيزيكال فورس اللي بتتحط على جسمي وانا بشيل الاوزان دي. خلاص، عرفنا الامبورتنس. تعال نعرف الفيزز بتاعتها. الفيزز هم 5 فيزز: اكتيفيشن، ريزوربشن، ريفرسال، بون ماتريكس فورميشن، اند ترمينيشن. واحده واحده بقى نشوف ايه هي اللي بيحصل في كل فيز من الفيزز دي. كل مرحله من المراحل دي بيحصل فيها حاجات مختلفه عن اللي قبلها. اول حاجه اكتيفيشن. احنا قايلين من شويه ان عمليه البون ريموديلنج هم عمليتين، ريزوربشن فورميشن. عمليه الريزوربشن هي البدايه، يبقى ريزوربشن ان انا هاكل العظم القديم. يبقى هاكله بمين؟ الخلايا اللي بتكسر مين؟ هي الاوستيوكلاستس. يبقى الاوستيوكلاستس هعمل لها اكتيفيشن. اكتيفيشن منين؟ يا اما عن طريق الميكانيكال سترين، حاجه تاثير ميكانيكي او تاثير فورس جايه من بره ضغطت على الجسم حاجه كسرت في العظم حرفيا، او هرمونال. الهرمونز هتعمل لها ستيميليشن زي الكالسيتونين هرمون او الباراثايرويد هرمون او الاستروجين هرمون. دول كلهم بيساعدوا على الديفرنشيشن والماتيوريشن بتاع الاوستيوبلاست، يعني بينشطوها وبيساعدوا انها تاكل في العظم القديم اللي انا مش ما بقتش محتاجه. خلاص، هتبدا بقى الاوستيوبلاست زي ما احنا شايفين في الصوره دي بتاكل في العظم القديم. هتاكل في العظم القديم ده، هو العظم عباره عن ايه غير شويه معادن وشويه بروتينات؟ يبقى هاكل البروتينات القديمه وهاكل المعادن القديمه، يعني هعمل اسيديفيكيشن للميديا علشان اكسر المعادن، وهفرز انزيمات تاكل لي الميتريكس دي. يبقى هعمل دايجيشن للميتريكس وللبون مينرالز. ازاي؟
في بروتون بامب، احنا متفقين ان في بروتون بامب بتفرز هيدروجين ايونز عشان تعمل اسيدفيكيشن للميديا، وهاكل فيها ماده اسمها هيدروكسي ابيتايت. الهيدروكسي ابيتايت زي ما عارفين ان هو عباره عن كالسيوم وفوسفيت وصوديوم ومغنيسيوم والدنيا جميله. طيب بعد ما اكلت المواد دي عايز اكل برضو الميتريكس، اكل الميتريكس بايه؟ بشويه انزيمز بروتيوليتيك بتاكل البروتينات زي الكولاجينيز. خلاص يبقى انا عملت اللي عليا كاوستيوكلاست وشلت العظم القديم. هفضل اكمل كده؟ لا، هعمل ريفرسال، هقول كفايه ريزوربشن، تعال نخش في الخطوه اللي بعدها، وتعالي يا اوستيوبلاست كوني لي عظم جديد. هيبقى الاوستيوبلاست بعد كده هتيجي تكون لي عظم جديد وبدل الكسر ده، وتكون لي ماتريكس جديده، وتحط لي مينرالز جديده، وبكده بكونت العظم الجديد. اخر حاجه هي عمليه التيرمينيشن. عمليه التيرمينيشن من اسمها يعني النهايه، بتنهي عمليه البون ريموديلنج بان انا بعمل ماتوريشن للاوستيوبلاست، يا اما بحولها البون لايننج سيل الموجوده على سطح البون، او اوستيوسايتس اللي هي الخلايا الموجوده جوه الماتريكس بتاعه العظم. والخليتين دول مهمين جدا في عمليه التيرمينيشن. ليه؟ لان هم هيفرزوا لي الانهبيتوري فاكتورز، هم اللي هيقولوا للاوستيوبلاست كفايه والنبي انا كده البون بتاعي بقى زياده، لو انت زودت عن كده هيتحول الموضوع يبقى خبيث، وهيكون لي اورام وحاجات انا مش عايزها خالص. يبقى انا خلصت عمليه الريموديلنج. طيب احنا مش قايلين ان الاوستيوبلاست بتعمل تكوين للميتريكس ومينراليزيشن. طيب عمليه المينراليزيشن دي بتتم ازاي؟ اقول لك. انا دلوقتي عباره عن فايبرز من الكولاجين مترصصه فوق بعضها جنب بعضها، وفي فراغات ما بينها. الفراغات دي كانها خروم، كانها حرفيا هولز. الهولز دي هنسميها نيوكليشن سايتس. النيوكليشن سايتس دي ايه لازمتها؟ هي المناطق اللي بتعبيها الاوستيوبلاستس معادن. يبقى المعادن الاوستيوبلاست هتلاقي حتت متخرمه موجوده في وسط الكولاجين فايبرز، اسمها نيوكليشن سايتس، هتقوم راميه فيها الهيدروكسي ابيتايت اللي هو هتكون، والاغلب عباره عن كالسيوم وفوسفورس. طيب العمليه دي احنا معتمدين على تو ايونز مهمين جدا اللي هم الكالسيوم والفوسفورس. يبقى اكيد اهم ريجوليتوري فاكتور هو الكالسيوم كونسنتريشن في الدم والفوسفورس كونسنتريشن في الدم. ماشي، زي ما كانت العمليه اللي فاتت دي بتاعه تكوين الاوستيويد او البون ماتريكس معتمد على انهبيتوري فاكتورز بتتفرز من الاوستيوسايتس او البون لايننج سيلز، دي برضه في فاكتورز هتتحكم فيها. زي ايه؟ زي الالكالين فوسفاتيز او الاسيديك فوسفوبروتينز. الالكالين فوسفاتيز اللي هو بيتفرز من الاوستيوبلاست عشان تخلي الوسط قاعدي ويساعد على الديبوزيشن بتاع المينرالز عادي، على عكس الاسيديك فوسفوبروتينز واللي هي بتخلي المعادن تتكسر واللي بتفرزها الاوستيوكلاستس. برضو في عوامل كتيره مش هقعد عندها لك، بس بيقول لك انها مواد تتفرز من الخلايا اللي هي الاوستيوكلاست او الاوستيوبلاستس، بتساعد على التوازن في وجود المعادن دي، وعباره عن بروتوجلايكانز او جلايكوبروتينز. دي بتعمل كانهبيتورز للنيوكليشن ستيب، يعني بتوقف تكوين المعادن داخل النيوكليشن سايتس، وبتقول كفايه كده احنا دلوقتي بقى حصل توازن ما بين الكونسنتريشن بتاعت المينرالز اللي في الدم وما بين الكونسنتريشن بتاعتها في العظم.